شكرا على الاستضافه، واصبحت ابن الدار. سعيد انني ندوز معكم هذا الوقيت مع سفيركم. هي صراحه بكل صدق وبدون اي نفاق من المهرجانات القريبه الى قلبي، لانه انا اعشق السينما المؤلف، واعشق السينما الاخرى، السينما التي لا تتاح لنا رؤيتها من خلال المنصات الرقميه او من خلال الدي في دي او التلفاز بصفه عامه. هي اعمال ربما لن تشاهد الا تشاهد في مهرجان بحال مهرجان ديال تطوان. كنكون سعيد جدا لانني كنتعرف على سينمائيين اخرين من بلدان اخرى، ثقافات اخرى. في نقاشاتنا اليوميه نلتقي ونحن في الحافله او نحن على طاوله الغداء او في الندوات، نتبادل الافكار، نتبادل الرؤى، وهذا هو الافاده والاستفاده من اي مهرجان عنده قيمه وقامه كبيره بحال مهرجان تطوان للسينما بحال الابيض المتوسط. هو من الاستمراريه، مثل كنقولوا 29 سنه، نزيدوا عليها السنه اللي توقف فيها من خلال كورونا، كان ممكن يكون 30 سنه، ماشي سهله. 30 سنه من الحضور الوازن قاريا وكذلك عالميا، لانه المهرجان يشهد عرض جميع بقاع المعمور، حضور كما قلت لك وازن لفعاليه سواء فنيه سواء مخرجين سيناريست ممثلين، بل اصبح الوجهه المفضله للعديد من عشاق السينما. كنعرفوا على ان هذه السنوات كان الوجهه المفضله للعديد من النجوم المصريين، على راسهم احمد حلمي، ليلى علوي، الهام شهيد، محمود حميده، كانوا يواظبون على الحضور، لان اولا يعشقون هذا المهرجان، يعشقون البرمجه القويه، يعشقون المدينه وسكان المدينه الذين يرحبون بالضيوف بكل الحب وكل الترحاب وكل الحفاوه. اشياء تجعل مهرجان تطوان مهرجان عنده حضور قوي في الخارطه المغربيه اولا، وفي الخارطه العربيه والافريقيه. كنعرفوا على ان القوه ديال المهرجان تعد بالبرمجه القويه للافلام. الحمد لله من كنقولوا 29 سنه من التراكم، اصبحت لمديره الاستاذ حسني اللي عنده علاقات مع مخرجين عالميين، وبالتالي فهو يحظى في كثير من الاحيان، في غالب من الاحيان نقول دائما، بالعرض الاول للعديد من الاعمال. حتى اصبح السينمائيين المغاربه خصوصا المخرجين دائما يفضلون عرض افلامهم، خصوصا عندما تكون باقي مخرجات القاعة السينما، كيفضلوا تعرض المهرجان لانه كيعرفوا الى الحضور القوي، وما يحرموش الناس ديال تطوان خصوصا في غياب قاعة سينمائية من هذه الاعمال يشاهدوها. والفيلم الى خدا جائزه كتكون عنده قيمه كبيره عند المخرج وعند الطاقم، خصوصا مهرجان عنده وزن ثقيل. دول البحر الابيض المتوسط بطبيعه الحال كاين، هي مختلفه وباختلاف السينمات ديالها. كنعرفوا القوه ديال السينما الايطاليه، ما عندناش افكار مسبقه على الاعمال الاخرى كالسينما الرومانيه او السينما اللبنانيه او بعض السينمات، لان لا تتاح لنا رؤيتها، لان قليله باش كنشوفوها في شي مهرجانات، وهي تكاد منعدمه في ظل العرض الوطنيه. اذا كتكون هي فرصه باش نشوفوا السينمات، وبكل صراحه اننا نتفاجئ المستوى اللي وصلت له، وربما هي مقوقعه على نفسها، حتى لم تخلق لنفسها سوقا، ربما تكون سوق اخرى، وعلاش لا ما تكونش السوق المغربيه، هي سوق خصبه، لان المشاهد المغربي الحمد لله بالانفتاح ديالو فهو يتقبل كل السينمات. كتلاحظي اننا كاين واحد التنوع في السينمات المغربيه، سينما امريكي، فرنسي، ايطالي، دائما يعرف الاقبال، على اساس ان الفيلم يكون فيه واحد النوع من 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 الجوده، سواء من حيث التمثيل او الاخراج او الموسيقى او القصه او الرؤى. لذلك كنقول هي مساله ما كنشوفهاش مهرجانات، لانه حيث بما ان المهرجان متوسطي فهو ينفتح عن هذه السينمات، وكنظن ان من نقط القوه ديالو هو انه يتاح لنا اننا نشاهد سينمات لا نشاهدها في مكان اخر. الندوة ديال الأمس كان بزاف الآراء، لأنه كانوا صحفيين، كاين نقاد، كانوا مخرجين، كانوا مهتمين، يعني كان كل واحد يدلو بدلوه، وهذا هو ما يميز هذه الندوة، كانت منفتحة. الحمد لله المسيرين ما داوناش في واحد الاتجاه لأنهم يقنعونا بواحد الفكرة، بالتالي أعطونا نماذج ديال السينما مغربية رائدة
لقات الإقبال ديالها وطنيا، وبالتالي من بعد ولا عندها واحد الإشعاع عربيا ولات مطلوبة في جميع المهرجانات، كيطلبوا بعض الأسماء بعينها باش تكون حاضرة وكيكون عندها وزن. كنعرفوا أن السينما المغربية ما عندهاش قرن باش نقولوا باش يكون عندها واحد التقييم حقيقي، هي تعيش في اكتشاف الذات، هي تكتشف نفسها، كنشوفوا تجارب متعددة. الحمد لله وصلنا المسألة ديال الكم ولا المهرجان الوطني للسينما من مدينة طنجة، يعرض أكثر فيه أكثر من 25 عمل سينمائي، بصح ما لقيناش فيه الهوية ديالنا، هي تجارب، هي أكثر من أننا نلقاو فيها هوية ديالنا، ولكن هذا لا يعني كان عندها حضور، عندها حضوة، عندها ولا عندنا مخرجين بصفة يمكن نقول لهم مخرجين عندهم صفات عالمية، لأنهم الأعمال ديالهم يمكن يشاهدها العالم ويتقبلها العالم. كنا نعيش ذاك التناقض أننا وصلنا للكم، أننا وصلنا ل 25 حتى 30 فيلم، ولكن للأسف ما عندناش قاعة سينمائية في نعرضوا هذه الأعمال، وهذا التناقض كان يقلقنا ويزعجنا. وكنقولوا دائما أن الفيلم المغربي يتيمون في بلده، صعب أنك تنجز عمل لمدة 3 سنوات 4 سنوات في الأخير لن تجد مكانا يعرض فيه. الحمد لله الآن كاين واحد اتفاقية مع وزارة الثقافة، سيد بن سعيد مشكور على أنه بتجهيز قاعات سينمائية تابعة لوزارة الثقافة ليتم العرض الأعمال المغربية فيها، وسيتم إخراجه من ذاك اليتم اللي كنا كنعانيه منه. على الأقل هي نعتبرها كقاعات للقرب، كمسارح للقرب، كقاعات للقرب بأثمنة جد معقلنة ومناسبة، ستتيح للجمهور البسيط أنه يمكن أن يدخل واحد تمن لما يأثرش على المصروف اليومي دياله. كذلك الشباب والطلبة غتكون عندهم واحد البطاقة ولا واحد تمن رمزي، وبالتالي غنشجعهم لأننا دائما نطمح إلى خلق جمهور جديد، وبالتالي كنتوجه للشباب لأنه الشباب هو اللي كيمشي أكثر للسينما. تنقول الحمد لله إذا بدينا كنخرجوا من هذا التناقض، الكم كاين وقاعات سينمائية ما كايناش، إلا بدينا كنكونوا فراد القاعات غنكونوا أكثر عقلانية، وغيكون الأفلام ديالنا كتشاهد، لأنه الغرض من أي فيلم شنو هو؟ ما يمكنلكش دير فيلم وديرو في الرف في المكتبة ديالك، لا، الفيلم هو يشاهد ويستمتع به ويناقش. إلا ما هذه العملية ما كانش متكاملة فهذه العملية كتكون ناقصة، وبالتالي كيكون الفيلم كذلك يتيم. كما قلت لك خرجنا من اليوتيوب ديالو، سعيد جدا بهذه المبادرة ديال وزارة الثقافة مشكورة، اللي أخيرا غنوليو نجتهدوا أكثر لأن أصبح لفيلمنا المغربي مكانا يعرض فيه. السينما أولا وأخيرا هي أذواق، ربما هذا رأي بين الآراء، لأنه رأي النقاد والمهتمون. ما نساوش أننا دائما نغيب الجمهور، يمكن الجمهور آخر يكون عنده رأي آخر. هو في إطار المهرجان اتفق الجميع على أن تجربة المخرج الكبير فوزي بن سعيد هي تجربة مهمة جدا جدا جدا، وأسس لنفسه مكانا جد محترم في الخريطة السينمائية المغربية، وأصبحت أفلامه الكل ينتظر عرض أفلامه، لأن دائما ما يتحفنا أو يفاجئنا كل عمل لا يشبه العمل الآخر. بالتالي لن ولا ننكر هذا التجربة الكبيرة والرائدة، كما قلت لك كيبقى للجمهور، وحنا ما نساوش بلي ان الجمهور عنده راي، لانه كما قلت لك اذواق، وكل واحد كيقبل على السينما اللي كتقيسو اللي كتمتعو. السينما متعه وفرجه، هذا الفيلم تفرجت فيه وعجبني ومتعني، اذا كيكون عندي راي فيه. اذا انا جيت متفق مع النخبه اللي اتفقت على ان التجربه ديال فوزي بن سعير تعد من بين أهم التجارب السينمائية الحديثة، تنقول متفق معهم إلى حد كبير دون أن نغيب رأي الجمهور. وهذا المنطق، لأنه ما خصش يكون حيز، لأن لكل الدول المشاركة عندها الحق في فيلم واحد. عندما تعطي الفرصة لفيلمين بالتالي تعطي فرصة أكثر للفوز، وما تكونش هناك عدل، هي كتبقى مسابقة، لأن الفيلم يمثل البلد ديالو. يكفي أن فيلم مغربي يمثل بلده اللي هو المغرب. ما نساش على أن الفيلم القوي ديال عادل الفضيلي بتجربة طويلة ديالو، سواء في التلفزيون ولا في السينما خلال الأعمال الكثيرة، الخصة القصيرة اللي كانت هي أعمال قصيرة تثير دائما النقاش، وعندما يثير الفيلم نقاش هذا يعني أنه فيلم في المستوى. كنظن على أن يكفينا فيلم يكون ثقيل
ويكفي أنه أخذ أكثر من 6 جوائز في مهرجان طنجة، ناهيك عن مهرجانات أخرى ربما لا أتذكر الجوائز التي أخذها، ولكن فيلم قوي يمكن أنه يمثل المغرب، وإحنا كجمهور مغربي أننا نشوف الفيلم أمام الآخرين ويكون رأس ديالنا مرفوع، وكنقولوا نحن فخورون بيكون عندنا فيلم ومخرج مغربي بحال عادل الفضيلي. ربما احنا غنطلعوا الناس، بدينا كنطلعوا الناس فراسهم، لانه دائما نرسخ لمبدا العائله اولا واخيرا. كنامنوا بالدور القوي ديال في نجاح اي شخص، ماشي بالضروره يكون في المجال الفني، ربما في مجالات اخرى. كنعرفوا ان التآزر والتلاحم والمسانده كتخلي كتدفع دائما الانسان الى الامام. احنا نحن نصير في حديثنا وفي حواراتنا اننا نكون دائما كنقولوا الاسره خصها تكون والسند خصو يكون والاختيار الجيد للشخص الذي سيرافقك في هذه الحياه وبالتالي في المسار. احنا اخوه الحمد لله كباقي اخوتي، نحن لسنا استثناء، احنا 7 اخوه وحنا خوتنا كنا الحمد لله كنتصلوا بعضياتنا وكنوصلوا بعضياتنا كنساندوا بعضياتنا، دائما واقفين، دائما كتحس انك محاط بجدار من الامان فيه الاخوه ديالك. وكنظن على ان في هذه الحياه عندما غيب أو لم تعد الصداقة بمفهومها الحقيقي أصبح أحسن وأرقى وأحن صديق هو الأخ ديالك. وانتقادات هذه المدة سنين احنا كنسمعوا هذه الانتقادات، دائما ينتقد سيتكوم الأعمال السينمائية لأنه بكل صراحة كتكون هناك تخمة، كيكون العديد من الأعمال والمشاهد كيحير شنو العمل اللي تابع. ما نساوش على ان كيف ما كاين منتقدين لك اعمال كاين ناس مقبلين على ذلك الاعمال، والدليل هي المشاهدات العاليه ونسبه المشاهده العاليه حتى على منصه اليوتيوب. عندما يعرض العمل بالليل كتلقى على انه كيوصل الملايين، اذا لكل عمل راه عنده المتلقين ديالو. اكيد ربما المنتقدين ينتقدون بواحد الحب وبواحد الشغف باش يكون العمل المغربي يوازي الاعمال الاخرى، على الاقل نكونوا عربيا نكونوا منطقيين نقولوا عربيا بعض الاعمال المصريه والخليجيه اللي كنشوفوا راسنا الصراحه بعادين عليهم شي شويه، خصوصا من ناحيه السيناريو. مع احتراماتي للسيناريست كاين عندنا الحمد لله مؤخرا ظهرت واحد الموجه جديده من السيناريست اللي ولا كيعطونا سيناريوهات مستوى، ولكن في كثير من الاحيان نسقط في التوهان خصوصا في الوسط ديال المسلسل ويتوه المتفرج. هنا كيكون اللغط اكثر لانه ما كيبقاش ذاك الخيط اللي كنبقى نتبعوه من الاول حتى الاخير، يقطع هذا الخيط في الوسط ويتوه المتفرج. هنا كتولي عندنا المشكله. ما نساوش على ان كاينه طفره من الناحيه التقنيه رغم الامكانيات، لانه الناس خصهم يعرفوا بان الميزانيه ديال العمل مغربي مسلسل فهو ربما يمكن يناهز نسبه 20 حتى 25% من مسلسل مصري او خليجي، يعني الميزانيه رهيبه جدا جدا عند الخليجيين والمصريين، احنا تتبقى ميزانيه معقوله الصراحه. لذلك حتى الامكانيات التقنيه كتكون قد داك الامكانيات، ما كنلقاوش الابهار، ما كنلقاوش واو، ولكن كنلقاو على الاقل جماليه في الصوره وفي اللباس وفي اداء الممثل. هنا كنهضروا على الحضور القوي للممثل وهذا اللغط الاخير اللي ولا كنهضروا على شكون هو الممثل الاحق بالظهور في التلفزيون المغربي، وكثر الكلام. نراجعوا راسنا ونعرفوا على ان الدراما المغربيه لن تقوم وما غاتشد اتجاه ديالها الا ما اعتبناش على ممثلين يكون عندهم وقع ويكون عندهم قيمه وقامه كبيره. ما كنقش ممثلين اخرين غير ما نقصيوش جيل اولا ما نقصيوش جيل اللي فيه ممثلين الرواد اللي يمكن يلعبوا الدور ديال الاب والاخت والزوجه والجاره والعمه. ولينا ولات اعمالنا اغلبيه كتفتقد لهاد الادوار ديال هاد السن هذا، ولينا كنشوفوا اعمال شبابيه يعني كيلعبوها غير الشباب، وتكرار بعض الوجوه. ما هي مساله رزق بطبيعه الحال، في نفس الوقت ما يخصش يكون قطع الرزق. احنا فنانين كنا اننا من حقنا اننا نشتغل، خصوصا هي قنوات ليست خاصه، هي قنوات
تابعة للدولة ومحقنا أننا نشتغل ومحقها حق هذه القنوات توفر لك ظروف الشغل. ما بقاوش نفس المخرجين في نفس الممثلين في نفس الأعمال حتى في نفس الديكور، بعض الأكاتير الحين في نفس الديكور في كثير من الأعمال المسلسلات دازوا نفس اللباس، خصوصا لي كومبارس كنلقاهم كيمثلوا هنا وهنا وهنا، هنا كيولي الخلط، ومي كيولي الخلط كتفتقد المتعة، ومي كيفتقد المتعة هنا كيولي الانتقاد. حنا إذا كان انتقاد كننتقدوا بكل حب الدراما ديالنا اللي عندنا طموح إن شاء الله بإذن الله أنها في وقت من الأوقات في يوم ما ستصل إلى مستوى يمكن أن تضاهي به باقي الدرامات العربية سواء اللبنانية السورية المصرية. والدراما ما نساوش بأن الدراما الخليجية التي بدأت تضخ أموال طائلة على الدراما ديالها لأنه آمنوا بالصورة وتسويق ديال الصورة هي جاية بقوة. عندنا حل واحد أننا نرتقي في الإبداع باش نوصلوا للمستوى ديالهم. مسلسل مكتوب داز هذه 3 سنوات 4 سنوات وطبيعة الحال خلى صدى طيب، ومن بعد جات أعمال أخرى، وهذا هو الجميل لأن كل سنة كيجينا مسلسل وكيخلي الواقع ديالو وكيخلي الإقبال ديالو. كثر لغط عن النهايات اللي كاينة في المسلسلات المغربية صعب عليا أنني نقدر نقول لك لأن ما تابعتش كلهم ما شفتش النهايات، لذلك كيبقى رأي ديال الجمهور كنحترموه، وإن أدلى بهذا الدلو فهذا يدل على أنه كان متابع جيد ويفهم جيد وربما كان عنده توقعات لأن الطموح ما نساش لأن المتتابع أو المشاهد أو الجمهور المغربي عنده طموح دائما أنه يشوف الدراما دياله في واحد المستوى. ربما عملية الصدق اللي كتكون اللي كيكون تورط فيها ما بينه وبين الممثلين اللي كيتيقهم وكيتيق الأحداث كتخليه كينساق مع القصة وكيمكن يعطيها نهاية اللي ما كتكونش ربما غير متوقعة والتي ما كتكونش داكشي اللي كيتخيل، لذلك كيكون رد الفعل دياله. هي انتقادات من حقه والعمل كيدار ليه وهو الوحيد اللي محقه يقول هذا العمل واش كان في مستوى واش النهاية ديالو كانت بصح كتصير القصة ولا ما كانتش كتصير. الجمهور أولا وأخيرا وأنا أحترم رأي الجمهور.